بايوسكان، مركز الأشعة والتصوير الطبي. طبعاً مع ارتفاع درجات الحرارة والأشخاص اللي بيشتغلوا برا أو بيلعبوا برا، يمكن يكون الأطفال بيكونوا دائماً معرضين أكثر للإصابة بضربات الشمس. اليوم رح تكون معنا الدكتورة تغريد النجار، استشارية العناية الحثيثة والأمراض الباطنية، لحتى تعطينا خطوات الإسعاف الأولية للأشخاص اللي مصابين بضربات الشمس سواء أطفال أو كبار. صباح الخير دكتورة صباح تغريد. الفل. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك. قديش مهم هذا الموضوع، لأنه بصير وما بلحق الواحد، مرات بخاف وما بعرف يتصرف صح. صحيح. يعني هلأ إحنا بتعرفي هلأ وقت صيف، وصار الكل بده بتعرفي بيعمل نشاطات رياضية بفترة الظهر وبعد الظهر، مثلا العمال اللي بيشتغلوا، الأطفال بيقعدوش بيلعبوا بالحديقة وبنسوا حالهم، أو بالمسابح أحيانا. بالمسابح يعني هلا هي هي الفترة، فترة الصيف. طيب خلينا نشوف، هلا هي في أنواع من ضربات الشمس ولا كلهم نفس الشيء؟ هلا إحنا بنسميها العلامات البيئية لدرجات الحرارة. كيف ممكن نعرف شو هي العلامات، شو هي الأعراض، كيف الوقاية منها وعلاجها؟ فهلا في كتير عنا إحنا أنواع. يعني أول إشي هي أسوأ شيء الله يبعدنا عنها ضربة الشمس. بس ممكن نحكي أول إشي بتبدأ بشو، إنه الواحد مثلا بيلعب بالباك يارد ولا بباسكت بول ولا عامل مثلا تحت الشمس، شو بيصير؟ بحس أول إشي الجفاف. شو الجفاف؟ وجهه كتير ناشف، بعدين بصير يعرق، بعد هيك بحس برضه التم كتير ناشف، عطشان، بده يشرب مي. فبهاي احنا بنسميها الجفاف، هي اول علامه من علامات انه بده يبدا الشغله بعد هيك. يعني دائما انا بنصح الجميع انه دائما يكون معهم مي. يعني المي بصراحه احسن شيء بالدنيا، لانه اول شيء كل ما شرب مي كتير منه هذا العطش بيروح، وما بوصل من الجفاف للحاله اللي بعدها. نحكي شو هي الحاله اللي بعدها. الحالة اللي بعدها بعد الجفاف بيجي إحنا عنا اللي هي مش قبل الإنهاك الحراري، بصير في عنا كمان غير إنه في جفاف، في عنا بصير يعرق كتير. هلا لما بيعرق كتير بتعرفي بصير يفقد كتير من السوائل الجسم والأملاح المعدنية من الجسم ومن الدم. هلا لما تروح هاي الأملاح المعدنية تنقص، شو بصير عنا؟ كرامبس، بصير تقلصات وين؟ بعضلات البطن، بالظهر، بالأطراف السفلية، بالأطراف العلوية. شو بحس يعني الشخص؟ بحس كيف تشنجات، تقلصات. أيوة. لما يصير هيك إحنا بنسميها فليكرينج أو سبازم. أيوة. أو واتيفر سميها اللي بدك إياها، بس يعني كيف أنت لما تعملي مجهود رياضي بتحسي إشي هيك قاعد بتحرك هيك. هلأ هذا شو معناته؟ أنت ما شربت مي، وعندك هلأ بدينا صداع أكتر، بدينا شوي دايخين، مع العرق الكتير، مع الكرامبس، معناته شو أهم شيء بدك تسوي؟ بدك توقف اللي أنت بتعمله، شو ما كان بتعمل. يعني كنت بتلعب كرة، بدك تروح على مكان في أو ظل وتشرب سوائل كتيرة مثلا. حسيت إنه لا أنا كتير تعبت، صار عندنا إنهاك حراري. شو يعني إنهاك حراري؟ يعني كل الأعراض اللي قلناها اللي هي صداع، دوخة، تعرق كتير، تشنجات وتقلصات بالعضلات الأطراف السفلية والعلوية والبطن، معناته لا إحنا خلص هلا وصلنا مرحلة كتير مش منيحة. اللي هي من الجفاف للتشنجات الحرارية للإنهاك الحراري. الإنهاك الحراري بده يروح خلص. يعني أول إشي إذا حسيتي اللي قدامك، طبعا أنا دائما بحكي إنه المستجيب الأول بأي مكان هو المجتمع، أنا. أيوة. وإنتي وجيراننا وصاحبي وعيلتنا والأفراد، الناس اللي حوالينا هم المستجيب الأول. ويعني هدف هذا الحكي إنه نعطي توعية للمستجيب الأول اللي هو كل الأشخاص اللي حوالينا، يقدروا يعملوا تصرف كتير بسيط بس كتير بفرق. يعني بيخلي المضاعفات ما تصير، وممكن تنقذي على فكرة حياة، لأنه ضربة الشمس كتير مميتة الله يبعدنا عنها. فشو اللي بيصير وقتها إذا حسيتي إنه الوضع كتير سيء وحاسس خلص إنه كمان شوي بده يدوخ؟ هنا خليني بس أتوقف. يعني هلأ حضرتك دكتورة ذكرتينا الأعراض اللي شاف اللي حس فيها الشخص، مزبوط. هلأ هاي الأعراض اللي حواليه بجوز يكونوا شايفينها وبجوز مش عارفين. مزبوط. صحيح. هم كيف بدهم يعرفوا إنه هو يعني عم بتعرض للضربة؟ صحيح. عشان هيك بنحكي هاي الحلقة هلأ اللي هي بنسميها توعية، awareness. فأنا بهمني كتير توعية مجتمعنا إحنا الأردني، إنه التوعية، إنه نعرف أينت صار في عنا. ما بدي أحكي ضربة شمس، لأنه ضربة شمس هي the last one، آخر نقطة، هاي هي بصراحة ممكن تؤدي للوفاة. يعني أصلاً ضربة الشمس، فعشان هيك بحكي في جفاف،
في تشنجات حرارية، في إنهاك حراري. الإنهاك الحراري اللي هو نسميه heat exhaustion، اللي هو زي ما قلنا قيء وحاسس غثيان، عرق كتير. أيوة. حتى ممكن أطراف على فكرة جسمه تصير باردة مع إنه الدنيا نار، لأنه فقد كتير سوائل. فمنفضل دائما يعني إذا حسينا إنه الوضع كتير خطير منفضل إنه نحكي مع الدفاع المدني 911 إذا حسيتوا إنه الوضع خلص بده يغيب أو whatever. ليش؟ لأنه أنا بدي أعمل الإسعافات الأولية هلأ عبال ما يجي الدفاع المدني، أو إذا في أقرب مركز صحي أو مستشفى إنه ناخده معنا. بس قبل ما ناخده لازم أهم شيء إنه يروح على مكان فيه بارد، يعني يا إما مكان ظل أو تدخليه على غرفة فيها مراوح فيها تكييف. غير هيك إذا لابس شيء تقيل نشيله، قميص كله هذا. غير هيك إنه بدنا نحاول نحط كمادات مي باردة على وجهه، على باطن الإيدين ومن تحت القدم، مش على الرأس من فوق. لا هلأ بقول لك كياس ثلج ممكن كمان، هذا إذا صار عنا نحكي على الإنهاك، لأنه بعد الإنهاك بيجي ضربة الشمس. أوكي. يعني اللي هي غيبوبة بصراحة بتصير. أيوة. فعند الإنهاك الحراري بدنا نحط كمان كياس ثلج، إذا عندك أي كيس ثلج بالبيت، أو بلاش ما عندك كيس ثلج مجمدات هاي تعرف البازيلا وبازيلا وكذا القصص هذه. بتحطيها بقطعة قماش أو بشكير، وبنحط على المناطق اللي هي الحارة كتير، اللي هي النبض فيها، اللي هي تحت الإبطين، عند الرقبة اللي هي مكان النبض اللي هون، وعند هاي المنطقة اللي هي بين أعلى الفخذ والحوض. هاي بتخفف درجة الحرارة. إذا في مجال تحطي شاور مي بارد عليه بتكون ممتاز. لحد ما طبعا، واهم شيء اذا صاحي ما صار بغيبوبه يشرب سوائل، يا اما شيء ما بتعرف السوائل الرياضيه فيها ملح وسكر. اذا ما عندك عصائر، ما عندك سوائل، لبن اب مثلا، كل هاي الاشياء لانها فيها ملح سوائل. اذا ما عندك مي كوب مع معلقه كثير صغيره ملح يشربها، كله هذا عشان يعوض اللي بيفقده من املاح معدنيه ومن سوائل. فهي معنا صوره. ايش الصوره للوقايه؟ اوكي الوقايه. طبعا الوقايه احسن من ألف شيء بصراحه. هلا احنا بوقت الصيف ضروري جدا، اذا بدنا نروح بمنطقه مثلا، هلا بتعرفي السياحه على البتراء على كل هاي المناطق، او حدا بيشتغل او حدا بيلعب، ضروري نحط طاقيه. يعني لازم طاقيه عشان انه نخفف من حده الشمس، سان بلوك. عرفنا هلا شو اعراض الجفاف وشو هو الانهاك الحراري. طبعا خلال هالفتره لازم نشرب سوائل كتير. اذا حسينا بالانهاك الحراري اللي حكينا عنه بدنا نبعد عن الشمس تماما، نروح على مكان في ظل، نروح على مكان مبرد، نشرب سوائل منيح عشان ما نوصل لضربة الشمس. هلا إذا وصل لضربة الشمس يعني غيبوبة هون؟ لا مش بالضرورة. هلا ضربة الشمس كيف تبدأ؟ كل الأعراض اللي قلناها اللي هي الصداع، غثيان، بده يراجع أو راجع خلاص، تشنجات حرارية. بس شو الفرق بينهم باقي التانيين؟ طبعا مع تسارع نبضات القلب وكل هذا، إنه بتصير درجة حرارة الجسم كتير عالية. أيوة. كتير عالية. تبقى بردية. ما بتقدر تسيطري. ليه؟ لأنه المركز المنظم لدرجة الحرارة بالدماغ ببطل يشتغل. يعني كان يشتغل بالجفاف، بالتشنجات الحرارية، بالإنهاك الحراري، بس عند ضربة الشمس خلاص ما بيشتغل. فهون لازم ننزل درجة الحرارة، بصير عندهم غيبوبة، ممكن يغيب ويوقع على الأرض. هلأ إذا غيب حطيتي كل اللي قلناه ودينا مكان ظل مثلا، طبعا لازم نحكي مع الدفاع المدني قبل ما نعمل هاي الإسعافات الأولية، مكان ظل أو مكان مبرد، المروحة عليه، كياس الثلج على بقطعة على المناطق اللي قلناها، نحاول نبرده. إذا بنقدر نحطه ببانيو ونحط مي باردة بكون كتير ممتاز. إذا صاحي منشربه، مش صاحي ما نشربه. لا طبعا، لأنه حيتشرد ما بنقدر. هذا كله قبل ما يجي الدفاع المدني، لأنه ما يجي الدفاع المدني حيكمل وسائل التبريد اللي أنت عملتيها لإله والإسعافات الأولية. وفعلا بهاي اللحظة أنت ساهمتي كتير أنه بدل ما يصير شيء مضاعفات لا سمح الله ويموت، أنت بتنقذي حياة بإشي كتير بسيط، أنك عرفتي شو الوقاية، عرفتي شو العلامات والأعراض، وبنقدر فعلا نعمل الإسعافات الأولية. شكرا لك دكتورة تغريد النجار، استشارية العناية الحثيثة والأمراض الباطنية. شكرا. أهلا وسهلا فيك. بايوسكان، مركز الأشعة والتصوير الطبي.